والله العظيم ما اقول لكش الاحساس اللي عندي اليوم كيما الاحساس اللي عندي ضد ماتش الدنمارك. الى الاسف ضد ماتش استراليا كان عندي احساس خايب وخسرنا، اما اليوم ما نعرفش نحس تونس مش تعمل لنا مفاجاه مش تفرحنا وقلوبنا مش تترشق بالفرحه والعروق الكل مش تترشق والستاد وقطر والدوحه والخليج الكل كان مش مرجعوها اليوم، وان شاء الله مربوحه وان شاء الله مربوحه مش يربحوا اليوم مش نتعداو اليوم مش نغيروا التاريخ، والشابو هذا تاع المكسيك باش نبدلوا تاريخ المكسيك تاع 78 ومش تعديوا للثمن النهائي، والفرنسيس السردوك الفرنسي مش ناكلوه ونريشوه ونمشمشوه ونطيبوه ونطبخوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.